ومن رام الله ينضم إلينا مراسل غد ضياء حوشية. ضياء، إذا فلسطين تسجل موقفا من مؤتمر وارسو، ضعنا في التفاصيل. نعم، فعليا هناك رفض كامل من قبل المستوى السياسي الفلسطيني للمشاركة في هذا المؤتمر الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، والذي سيعقد ما بين 12 حتى 14 من هذا الشهر في العاصمة البولندية وارسو. قبل قليل تحدثنا مع عضو اللجنة التنفيذية دكتور أحمد مجدلاني، وقال بأن هناك رفض مطلق للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا بث أفكار لا تناسب الشعب الفلسطيني، وأننا لم نخول ولن نخول أحد، ولا يحق لأحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني، كما قال قبل قليل في تصريحات لنا الدكتور أحمد مجدلاني. بالإضافة إلى ذلك، حركة فتح أكدت بأن مؤتمر وارسو هو يعني كما وصفته مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة إسرائيلية أمريكية لتمرير ما اسمته صفقة العار والأفكار التي لا يقبلها أي فلسطيني غيور على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة. هذا بيان صدر عن حركة فتح قبل قليل، بالإضافة إلى ما تحدث به الدكتور صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال بأن هذا المؤتمر يهدف إلى يعني الالتفاف حول مبادرة السلام العربية التي أقرت لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وكان إحدى مطالبها أو شروطها الأساسية هو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 67، شريطة التطبيع الكامل بين الدول العربية وإسرائيل إذا ما التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية. ولكن بطبيعة الحال هناك تجاهل كامل من قبل السلطة الفلسطينية لما قامت به الإدارة الأمريكية، خصوصا بأن هذا المؤتمر ليس الأول من خلال مؤتمر المانحين الذي سبقه قبل عدة أشهر رفضته السلطة الفلسطينية وقاطعت، ولم يخرج هذا المؤتمر بشيء. هناك رهان في الشارع الفلسطيني أو حتى في المستوى السياسي الفلسطيني بأننا لن نتعاطى ولن يكون هناك أي جزء من أي حل ما دمنا نحن كفلسطينيين لسنا طرفا أساسيا في هذا الحوار وهذا ما يحدث من أفكار أمريكية. لذلك كل المسؤولين الفلسطينيين يؤكدون بأن هذا المؤتمر هدفه تصفية القضية الفلسطينية. هناك أيضا دعوات أو اتصالات أجرتها السلطة الفلسطينية حسب مصادرنا، قالت بأن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الدول حتى لا يتم الحديث باسم الشعب الفلسطيني، أو حتى أيضا من خلال الدول العربية التي لربما قد تشارك في هذا المؤتمر، خصوصا بأن الحديث يدور عن 40 دولة على مستوى العالم بشكل كامل ستشارك في هذا المؤتمر. هناك الحديث أو الاتصالات التي أجرتها السلطة الفلسطينية تتحدث عن يعني رفضهم للقاءات، قد يحاول نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشارك في هذا المؤتمر ربما جس نبض الدول العربية التي ستشارك في هذا المؤتمر من خلال اللقاء ومن خلال بعض الصور في محاولة لإظهار نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية بأنها على اتصالات دائمة واتصالات مستمرة مع الدول العربية. شكرا جزيلا لك مراسل الغد ضياء حوشية، كنت معنا من رام الله.